النهارده هنعمل مع بعض طبق فراخ بصوص الريحان وليمون وعسل، يعني طعم حلو وبسيط في نفس الوقت. هنبدا اول حاجه ان احنا عندنا الفراخ. انا اخترت في الفراخ الصدور بس بالعظم مش الفيليه. لو انتوا عايزين تبدلوا وتخلوها وراك بالعظم، عايزين الدبابيس، يعني الحته اللي انتوا بتحبوها ممكن نعمل بيها الطبق ده. الطبق ده انا هعمل خلطه وهندخل الفراخ دي الفرن على مرحله، وبعد كده نقعد نسقيها بالصوص اللي احنا هنعمله. اول حاجه هعملها اني انا هجيب القالب بتاعي اللي هنحط فيه الفراخ وهدهنه بالزبده. هجيب كده، اخد الزبده، حته زبده كده، وهدهنه بالشكل ده كده. انا عايزه بس كده، وهتبل الفراخ بس بالملح وهدخلها الفرن، وبعدين نعمل الخلطه اللي احنا هنسقي بيها الفراخ. انا هدخلها الاول بالملح كده والزبده، وبعدين نسقيها بعد 10 دقائق من دخولها الفرن هنسقيها بالصوص اللي احنا هنعمله. انا بالشكل ده كده هجيب الملح عشان ارش بيه الفراخ كده. الفراخ زي ما قلنا ممكن تبقى كمان فرخه كامله، لو انتوا في ناس عندكم ناس بتحب الوراك ناس بتحب الصدور ممكن نستعمل فرخه كامله بالشكل ده كده. وادهنها كويس بالملح، اتبل واحطه كده بالشكل ده، ونكمل نحط ملح تاني. وادي تاني. طبق سهل وخفيف وبيطلع طعمه حلو قوي، الريحان كمان بيديله طعم جميل قوي. نحط كمان كده شويه زبده، وده اخر واحد عندي. احط بس ايه شويه ملح بالشكل ده كده، واحطه ارصه كده، احط شويه الزبده اللي في الفرشه عليه بالشكل ده، واغسل ايدي ونظبط الدنيا. ونشيل الملح، اثار الملح بتاع الفراخ كده. القالب بتاعي جاهز، هغطيه بالفويل وادخله الفرن يقعد 10 دقايق لغايه ما نعمل الصوص بتاع الريحان والحاجات الثانيه مع بعض كده اهو. انا عايزاه ياخد من الملح والزبده طعم، ونضيفه بعد كده الطعم الثاني اللي هو الصوص بتاعي. نقفل شويه كده عليه. انا طبعا مولعه الفرن بتاعي على درجه حراره 200 وهخليها 10 دقايق، ونطلع بعد كده نرجع نطلعها ونحط لها الصوص. ادخلها كده بالشكل ده كده، وهجيب بوله نعمل فيها الصوص مع بعض. الصوص بتاعي عباره عن ايه؟ عباره عن خل بلسمك، وعباره تقريبا ده ربع كوبايه، وعندي عسل ابيض نص كوبايه بالشكل ده كده. نص العسل والبلسمك بقى الوان كده لما تختلط مع بعض. وعندي الفلفل الاسود الحب بالشكل ده، وعندي الريحان العسل اهو. اجيب بس معلقه واقلب، هضيف الاخضرات اللي عندي. انا عندي الريحان زي ما قلت لكم، وعندي روزماري، وعندي زعتر، هنجيبهم من الجنينة بتاعتنا بالشكل ده. طبعا هنحط ملح وفلفل، بس ملح مش كتير علشان احنا اوريدي متبلين الفراخ بالملح. نحط كده الليمون كمان، عصير تقريبا ليمونة. هقلب كده، وهجيب الخلطة الخضراء بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها، الروزماري وعندي الزعتر بالشكل ده كده. ادي زعتر من هنا عشان احنا عايزين ناخد الورق. هشيل
تشيل بس كده الفروع. ممكن يبقى روزماري مجفف، ممكن يبقى برضه اللي هو الناشف بمعنى اصح، ممكن يبقى كمان الزعتر بودره لو مش متوفر عندنا الطازه. طعم حلو وطعم جميل، بس هو الاساسي فيه الريحان والليمون والعسل. الشكل ده كده، ادي الزعتر ريحته جميله جدا، من الحاجات العطريه الحلوه. يعني انا بحب الزعتر حتى وهو ناشف، عارفين لما بنعمله كده مع زيت الزيتون ونعمله ساندويتش كده بيبقى طعمه جميل جدا. على فكره في زعتر كمان احمر مش اخضر بس، ودول متوفر اكتر عند الناس الشوام. ادي الصوص بتاعي جاهز بالشكل ده كده اهو، وهجهزه كده وهخليه على جنب عشان انا هسقي بيه الفراخ تعدي بس 10 دقايق، وهاطلعها واسقيها بالصوص وادخلها تاني تكمل السوى. يعني هنطلعها مرتين نحط شويه وبعدين ندخلها وبعد كده نطلعها تاني ونحط تاني. ادي كده اهي بدات شويه اهي مع الزبده، هرش عليها رشه من الصوص بتاعي دوت اهو كده. هو الهدف من ان انا عملت كده الاول بالزبده بالملح، ان هي انا عايزاها تاخد شويه من طعم الزبده لوحدها قبل ما تاخد الصوص بتاعي بالشكل ده. بالشكل ده كده ادي جزء كبير من الصوص، هخلي الجزء الثاني وادخلها الفرن تستوي بقى مع الريحة والطعم بتاع الريحان. ناخد واحدة كمان كده اهي وهدخلها الفرن، مش هغطيها المرة دي.